مرحبا بكم في حلقة جديدة من ليالي تونس. سارية صيف 2020 بالحمامات الدولي وتحديدا في مصر على علواء الطلق بالحمامات تحت شعار الدنيا تزهى بالفن. عرض موسيقي لخالد سلامة إنتاج مسرح الأوبرا، ألحان خالد سلامة، أشعار المولدي حسين بمشاركة الفرقة الوطنية بإدارة محمد الأسود في سهريات صيف 2020 بالحمامات الدولي. موسيقي فرجوي كما قلنا للدكتور خالد سلامة وكلمات المولدي حسين وتوزيع محمد رواتبي. هذه مش أول تجربة نحن نعملوها، كانت عنا برشا العديد من التجارب. العمل هذا في شكل أوبيريت يعتمد على نص مسرحي وجانب موسيقي هام جدا. مشاركتي باش تمثل في ثلاثة أغاني جديدة، باش نقدم دور الأم. الله غالب كبروني شوية ما صفا باش نكون الأم وباش نعطي نصايح، وثم جانب نقدي وثم جانب إنساني كبير معناها في العمل لذايا. ثلاثة أغاني حلوة باش يكون الفينيش معايا هنا مع أغنية تراب بلادك وأغنية توصية وأغنية ربيتو بسهر الليالي. حتى وكان يدور الحالة
هي القصة في البداية قصة شاب، قصة الشباب الكل اللي عندهم شهيد وما وصلوش بشي، معناها يعيشوا العيش الكريم ويخدموا كل شيء. دونك المساج اللي هو شنو ما العراقيل اللي يعيشهم الشباب، اغلب الشباب التونسي في العيش هذايا وفي المستقبل نتاعهم اللي هو نجم نقولوا فلو اونتر غيومي. وفوالا معناها زي هو، ولا الانماط الموسيقيه مختلفه بين التقليدي مع التونسي والشرقي والغربي زاد بانماط اخرى. حبينا نقربوا أكثر للواقع، حبينا نقربوا أكثر للشباب، حبينا نقربوا أكثر للمشاكل الشباب، مشاكل البنات زادة كيف كيف، من العزوف عن الزواج إلى غير ذلك، في لوحة فنية متكاملة فيها كذلك النقد الهزلي، اللي النقد الهزلي نعرفه أنه يعني مشى شوط كبير في السبعينات والثمانينات مع المورالي والسملالي وغيرهم، ومن بعد اندثر. حبينا نرجعوا هالنمط هذايا في جلسات في المقهى، تعرفوا في المقهى فما برشا نقد، فما برشا كما نقولوا احنا تنبير، وبالتالي حبينا نخرجوا هالاشكاليات والمشاكل هذه في لوحات هزلية. معكوس وما عمر تحت عشق بالعمر وطفلة عشق بالعمر
دفلة عالشط بعرض خالد سلامة إنتاج مسرح الأوبرا نصل إلى ختام حلقتنا لليوم. نتلقى في حلقة جديدة من ليالي تونس. الدنيا تذهب الفن على الوطنية 2.